السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثالثة في سلسلة محاضرات الكيمياء الحياتية للمرحلة الثانية في قسم علوم الحياة. موضوعنا اليوم هو عن الأحماض الأمينية أمينو أسيدز. ما معنى أمينو أسيد أو ما معنى أحماض أمينية؟ هو مركب عضوي يحتوي على جزئين، على مجموعة كاربوكسيل COOH وعلى مجموعة NH2. إذن هو أمين وهو حامض في نفس الوقت، مثل ما تشوفون أمامكم بالصورة. بنفس الجزيئة عندنا حامض وقاعدة. في كثير من الأحيان خاصة عند نقطة الحامضية الفسلجية، يعني pH الدم أو pH الجسم اللي تبلغ 7.4 تقريبا متعادلة، مجموعة الكربوكسيل تفقد بروتون ويذهب هذا البروتون إلى مجموعة الأمين، فيصير عندي من طرف NH3 ومن الطرف الثاني يصير COO. عندما تتساوى مجموع الشحنات السالبة والموجبة في نفس الجزيئة، هذا النوع نسميه سفيتر أيون. سفيتر أيون نسبة إلى العلماء الألمان. كل الحوامض الأمينية تكون بهذا الشكل، يعني أمينات أولية، تكون أمينات أولية أو ثانوية. النيتروجين مرتبط بذرة كربون، ذرة الكربون تكون ألفا بالنسبة لمجموعة الكربوكسيل، يعني تمثل الرقم 2. وما عدا عندنا البرولين، البرولين هو إمينو أسيد وليس أمينو أسيد. ليش؟ لأنه النيتروجين مرتبط بذرتين كربون فنسميه إمين. البروتينات بالجسم هي عادة بوليمرات لأحماض أمينية، حوامض أمينية مختلفة. طبعا مجموعها بالجسم، جسم الإنسان يساوي 20 حامض أميني، فتتصل مع بعضها بحيث تكون لي بوليمر. هذا البوليمر نسميه بروتين، موجود بالأنسجة، موجود بكثير من الخلايا. إذا أنا عندي 20 حامض أميني. أغلب الحوامض الأمينية تكون ذرة الكربون رقم 2 أو اللي نسميها ألفا كربون أتوم رقم 2 بالنسبة لمجموعة الكربوكسيد، واللي يجب أن يكون عليها مجموعة الـ NH2. هذه الـ R الجانبية اللي هي على ذرة الكربون رقم 2 ممكن أن تكون هيدروجين وممكن أن تكون CH3 وممكن أن تكون إيثايل أو ممكن أن تكون إيزوبروبايل أو مجاميع أخرى مختلفة. الآر أحيانا تحمل مجموعة معوضة، كأن تكون كحول OH أو تكون كربوكسيل COOH أو SH أو NH2 إضافية، فإلها تسميات ولها وظائف مختلفة حسب المجاميع الفعالة اللي مرتبطة بها. تعتمد وظيفة البروتين اللي موجود بالجسم. مثل ما تعرفون أنواع البروتينات مختلفة، راح نجي عليها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. البروتينات مختلفة لكن وظيفة البروتين تعتمد على شيئين، أولا على محتواها من الحوامض الأمينية وعلى التتابعية، يعني السلسلة أو البوليمر يحتوي على كذا أمينو أسيد ثم يليه النوع الآخر ثم النوع الآخر. إذن اثنين يأثرون في وظيفة البروتين اللي موجود بالجسم. ملاحظة مهمة جدا، الإنزيمات اللي أخذناها احنا بالفصل الأول هي بروتينات ذات أوزان جزيئية كبيرة جدا ومختلفة أيضا حسب وظائفها. أكو إنزيمات تساعد على الهضم، تساعد على التحلل، تساعد على الميتابوليزم وهكذا. البروتينات بطبيعتها موجودة بعدة أنواع، قسم تكون شريطية طويلة وقسم بيضوية وقسم كروية وقسم متشابكة. البروتينات الخيطية اللي نسميها لونج سترانت
حقيقة هي اللي تحمل الصفات الوراثية. منين تجيبها؟ تجيبها من الدي ان اي، مثل ما راح نشوف ان شاء الله في محاضرات قادمة. حتى نفهم بالضبط وظيفة البروتين يجب ان نفهم طبيعة الاحماض الامينية اللي موجودة بيها. مثل ما قلنا ذرة الكربون رقم الفا بالنسبة لمجموعة الكربوكسيل الفا كربون حسب النظام العالمي للتسمية الايوباك اللي نسميه International Union of Pure and Applied Chemistry، تقع في الموقع رقم 2، لكن حسب التسمية القديمة نسميه الموقع الفا بالنسبة للكربوكسيل جروب. وبنفس الوقت هذه ذرة الكربون تحمل NH2 وتحمل R مثل ما تشوفوها بالصورة اللي موجودة عندنا. فقط عندما يكون عندي ذرة هيدروجين بدل الآر، عندما يكون الآر اللي تشوفوه بالصورة أمامكم هيدروجين، فتكون الأمينو أسيد هذا غير فعال ضوئيا. بينما إذا كانت الآر ذرة كربون أو حلقة مشبعة أو غير مشبعة، راح يكون عندي السيمتريك موليكيول، جزيئة كيرالية. يعني ايش راح تسوي؟ راح تنطيني عدد من الايزومرات، وبالنتيجة راح تنطيني فعالية ضوئية. هذه الصورة اللي تشوفوها امامكم الال والدي ايزومرايزيشن، يعني توجيه الضوء نحو اليمين نسميه دي ايزومر، وتوجيه الضوء نحو اليسار الضوء المستقطب طبعا اللي يسقط على محلول الجزيئة اللي هي امينو اسيد. الال راح تدور نحو اليسار. اللي يتحكم بالال والدي هو مجموعة ال NH3. فشوف الصورة اللي على اليسار ال NH3 موجودة على اليسار، فنسميه ال يعني ليفو دكسترو، يعني ليفو روتري. ليفو روتري يعني تدور الضوء نحو اليسار، والدكسترو روتري تدور الضوء نحو اليمين. عادة مجاميع الكربوكسيل هي من الأحماض الضعيفة نسميها برونشتد أسيد، يعني تفقد البروتون عندما تكون قريبة من التعادل، يعني pH من بين 4 و8 تفقد البروتون من مجموعة الكربوكسيل. أما إذا كانت pH أقل من 4 أو نقول أقل من 2 مثل ما موجود عندنا بالصورة، إذا تكون الأتش كاملة على مجموعة الكربوكسيل. إذا أكثر من 5 تكون الأتش منفصلة. كذلك مجموعة الأمين الأمينو جروب إيش راح يصير بها؟ عندما تكون الأتش أقل من 8، البي أتش أقل من 8، فالأن أتش 2 راح تأخذ بروتون وتكون لي أن أتش 3، يعني تكون قاعدية. لكن إذا أكثر من 9 البي أتش، إذا أكثر من 9 فراح تكون أن أتش 2 مطلقة، أن أتش 2 مطلقة راح تكون عندي. هذه الصورة أمامنا، هذا المخطط حقيقة، عندي 3 أنواع من الستركتشر. ده تشوف الـ pH بين الصفر والأربعة راح تكون NH3 إلى مجموعة الأمين و COOH مجموعة الكربوكسيل. عندما تكون الـ pH بين 4 و8 الصورة بالنص، راح تكون عندي مجموعة NH3 زائدا مجموعة أنيون، مجموعة كربوكسيل وليس كربوكسيليك أسيد. هذه جدا مهمة وننتبه عليها. اللي بالنص هي نسميها النقطة الفسلجية أو pH الجسم، اللي pH الجسم أو pH الدم تكون 7.4. وهذا النوع من الأيونات اللي من جهة تكون موجبة ومن جهة سالبة نسميها سفيتر أيون. الجهة اللي باليمين عند pH العالية يعني المحيط القاعدي جدا راح تتحرر عندي مجموعة ال NH2 تكون طليقة، ومجموعة ال COO تكون على شكل أنيون. بعض خواص الأمينو أسيد، عندي 3 خواص مهمة جدا. الأنفوتيريك كومباوند، كلمة أنفوتيريك يعني يتصرف مع الحامض كقاعدة، وهذا صحيح لأن بها مجموعة NH2، وتتصرف مع القاعدة الخارجية كحامض وهذا حقيقة أيضا لأنه بها مجموعة COOH. إذن
هي أنفوتيرية، يعني تتصرف مرة كقاعدة ومرة كحامض. وطبعا حسب مجموعة السي او اتش الموجودة بها، تكون مونو بيسك أو تكون داي بيسك، حسب مجاميع الكربوكسيل وحسب مجاميع الأمين اللي موجودة بالجزيئة. الصفة الثانية أنه لكل حامض أميني نسميه ايزو الكتريك بوينت، يسمونها اي بي، واحيانا يسمونها اي بي فقط، اي بي او اي اي بي، وهي البي اتش اللي تكون بيها سبتر ايون يتكون، اللي يتكون سبتر ايون ويكون عدد الشحنات الموجبه يساوي عدد الشحنات السالبه لنفس الجزيئه، هذا النوع نسميه سبتر ايون. طبعا كل حامض اميني السبتر ايون تكون عند بي اتش محدده، يعني مو كلها تكون عند نفس البي اتش. على سبيل المثال الالانين اللي هو ثاني عنصر بعناصر الاحماض الامينيه يكون البي اتش 6، الايزوليكتريك بوينت تكون عند نقطه 6. هذه الصوره اللي تشوفوها امامكم. اذا الايزوليكتريك بوينت الان هي اسمها بي اي، قلنا هي اي اي بي او اي بي او بي اي، اللي راح نمشي عليه بكل المحاضرات القادمه. كلمه بي اي تعني ايزوليكتريك بوينت، هي القيمه اللي يكون بها تركيز الانيون والكاتيون بنفس المجموعه بنفس الجزيئه متساوي، اذا معدل الشحنه اللي موجوده على الجزيئه يساوي صفر، لأن يعني عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة. ومثل ما قلنا كل أمينو أسيد يحتوي على بي آي مختلفة عن البقية. هذه صفتين صار عندي. الصفة الثالثة هي تدوير الضوء المستقطب الساقط، اللي قلنا تكون عندي أل وتكون عندي دي. اللي يتحكم بالأل والدي هو مجموعة الأمين، إذا كانت إلى اليسار فنسميه أل أمينو أسيد، وإذا إلى اليمين نسميه دي أمينو أسيد. هذه الصورة أخذناها بالكربوهيدرات، نفس هذه الصورة مكررة، شوفون مصدر ضوء، الضوء راح يمر من خلال محزز، إذا الضوء اللي ينفذ من المحزز هو نسميه ضوء مستقطب polarized light، راح يمر بمحلول، هذا المحلول يحتوي على أمينو أسيد، فنشوف يمر من اليسار خلال المحلول راح يبدي يتدور، هنا بهاي الحالة يتدور نحو اليمين، عندما يخرج لو وضعنا المحزز الثاني موازي للمحزز الأول ما راح يخرج ضوء من هذا المحزز، فنبدي ندور الزاوية بحيث نوصل المحززات اللي موجودة بالقرص اللي على اليمين راح يكون متعامد على القرص الأول فينفذ الضوء من خلاله، مقدار الزاوية اللي دورنا بها القرص الثاني نسميها ألفا، هذه الزاوية هي قوة التدوير أو نسميه الأوبتيكال أكتيفيتي للأمينو أسيد. إحنا قلنا الأمينو أسيد تحتوي مجموعة كربوكسيل حامضية ومجموعة NH2 حامضية. النموذج اللي عندي الآن هو الجلايسين، الجلايسين هو CO2H وCH2 بالنص وNH3 بالطرف. إذا أنا عندي ثلاث نقاط تعادل، ثلاثة نقاط تعادل، النقطة الأولى أسميها PKA1 اللي راح يتعادل بها يكون عندي الأمينو أسيد يحتوي على شحنة موجبة على مجموعة الأمين وشحنة سالبة على مجموعة الكربوكسيل. عند الايزو الكتريك بوينت البي اي اللي تساوي 6.06 راح يكون عندي عدد الشحنات الموجبة والسالبة على طرفي الشحنة متساوية على طرفي الجزيئة. واخيرا راح يكون عندي البي كي اي 2 9.78، هذه شنهي؟ هذه الثانية اللي راح تكون عندي مجموعة الان اتش 2 طليقة، فاذا راح يكون عندي ذول اثنين. ملاحظة مهمة جدا، احيانا اذا اريد اطلع الايزوليكتريك بوينت اخذ نصف البي كي اي 1 زائد نصف البي كي اي 2
اجمعهم اثنيناتهم راح يكون عندي الايزو الكتريك بوينت، او اجمعهم اثنينهم واقسمهم على اثنين نفس الشيء راح يكون عندي. فهذه الصوره الايزو الكتريك بوينت تساوي نصف البي كي اي اللي يمثل الالفا سي او او اتش زائد البي كي اي، يعني نصف البي كي اي اللي هو يمثل لي الفا ان اتش 3، ويساوي نصف قلنا الاول 2.35 والثاني 9.76، نصفهم يساوي 6.06. هذا جدول للايزو الكتريك بوينت لكل واحد من الاحماض الامينيه او نماذج هنا عندي مختاره من الاحماض الامينيه، وين يصير التعادل على مجموعه الكربوكسيل، وين يصير التعادل على مجموعه ال NH2، نقسمهم على اثنين راح يطلع عندي البي اي او الايزو الكتريك بوينت. الان قلنا السبيتر ايون شرحناه قبل شويه، هو هذا نسبه الى عالم الماني هو اللي اقترح هذا، النقطه اللي يكون بها عدد الشحنات الموجبه يساوي عدد الشحنات السالبه على نفس الجزيئه هذا اسميه السبيتر ايون. ولكل حامض اميني السبيتر ايون خاص عنده بي اتش معينه، يعني مو كل عد نفس البي اتش ال 20 امينو اسيد. هذا الاسيد بيس بروبرتيز يعني تكون خاصيه حامضيه وقاعديه. فشوفوا نفس الجلايسين انا عندي اختاريت هذا الحامض الاميني اللي اسمه جلايسين عنده بي اتش 1، شوف الستركتشر الاتش تكون على الطرفين موجوده، عند البي اتش 7 اللي هي متعادله راح يكون عندي موجب الى اليسار وسالب الى اليمين تكون تقريبا متساويه، وعندما يكون عندي بي اتش 12 راح تكون قاعدية جدا، فمتحرر عندي مجموعة الكربوكسيل ومجموعة الأمين. هذه المعادلة تمثل الحالات الثلاثة بالجلايسين. عندنا الفسيولوجيكال بي اتش او نقطة بي اتش الدم الفسلجية اللي الجسم هي 7.4، فاذا السي او او اتش جروب از ديسوسييتد راح تفقد البروتون، هاي راح تفقد البروتون، بينما ال NH2 راح تاخذ البروتون فتكون لي NH3. هذا النوع بالفسيولوجيكال بوينت او فسيولوجيكال بي اتش راح يتكون عندي سبيتر ايون. مثل ما قلنا البرولين هو حلقي، فاذا البرولين هو امينو اسيد وليس امينو اسيد. تصنيف الاحماض الامينيه عندي اربع طرق لتصنيف الأحماض الأمينية، لكن أهمها على الإطلاق هو التصنيف الكيميائي. فلو أخذنا التصنيف الكيميائي حسب عدد مجاميع الكربوكسيل ومجاميع الـ NH2 اللي موجودة في نفس الحامض، إذا هذا نوع من الأنواع ونسميه نيوترال. والثاني حسب الاستقطابية، قسم منها تكون غير مستقطبة وقسم تكون مستقطبة راح نمر لها بالتفصيل إن شاء الله. والقسم الثالث حسب طبيعتها بالتغذية، الأمينو أسيد هي نوع من أنواع التغذية، فحسب النيوتريشنال كلاسيفيكيشن قسم نسميه essential وقسم نسميه non essential وقسم سمي essential أيضا راح نأخذها بعد لحظات. والنوع الرابع حسب الميتابوليك كلاسيفيكيشن، حسب الايض اللي راح يصير على الامينو اسيد. فاذا ناخذ التصنيف للامينو اسيد حسب الكيميكال كلاسيفيكيشن، حسب الكيميكال كلاسيفيكيشن. اذا هذا النوع قسم نسميه نيوترال، والنيوترال هو اللي يكون عدد مجاميع الكربوكسيل يساوي عدد مجاميع الامين، وعاده تكون عليها اما معدل الشحنه صفر او نقول عليها مونو كاربوكسيليك اسيد ومونو امينو اسيد، او نسميها انشارج يعني ما تحمل شحنه اضافيه. هذا التصنيف الكيميائي او تصنيف النيوترال امينو اسيد. اكو تصنيف ثانوي او تصنيف فرعي، هذا التصنيف الفرعي نقول عليه مطلوب كل التركيبات حتى نعطي بالضبط معنى كل واحد منهم. فعلى سبيل المثال عندي الجلايسين الار تكون بالامينو اسيد الصيغه العامه تساوي اتش، الالانين الار تساوي سي اتش 3. بعدين النوع الثالث عندي البرانش
chain amino acid. الار الطرفيه تكون متفرعه، فمثلا عندي الفالين راح نشوف الجدول بالتفصيل. بالمناسبه هاي العشرين امينو اسيد مطلوب حفظها عن ظهر قلب، 20 امينو اسيد مطلوب الستراكشر تحفظ بشكل كامل. فالمتفرعه اكو عندي الفالين الار تكون ايزوبروبيل جروب، والليوسين الار تكون ايزوبيوتيل، والايزوليوسين ايضا تكون ايزوبيوتيل بس بموقع ذره كربون اخرى. فالار بالايزوبيوتيل بوث ليوسين اند ايزوليوسين ولكن متفرعه من مكانات مختلفه. الليوسين يكون متفرع عند الجاما كربون، الجاما يعني احسب من مجموعه الكربوكسيل اللي هي الكربوكسيل والفا وبيتا وجاما، اذا رقم ثلاثه تكون متفرعه، بينما الايزوليوسين تكون متفرعه عند نقطه البيتا، راح نشوفها بعد شويه الستركتشر بالتفصيل. والنوع الرابع عندي النيوترال سلفر كونتيننج امينو اسيد، يعني متعادلة ولكن تحتوي على كبريت. أنا عندي مركبين السستين والميثيونين، اثنينهم دول اثنيناتهم يحتوون على الكبريت. شوف أكو عندي كلمة سستين اللي تنتهي بإي، أكو عندي كلمة سستين يعني تي آي أن فقط. الفرق بيناتهم أنه السستين الأخيرة اللي نشوفها هي مضاعف السستين، يعني جزئتين من السستين الأولية راح تنطيني دايمر يعني مركبين، ونطلق عليهم كلمة سيستين حتى نميز بين الأولى والثانية. النوع الخامس من النيوترال هو النيوترال لكن هيدروكسي أمينو أسيد، تنتهي مجموعة OH مثل عندي السيرين والثريونين. راح نشوف هاي التفاصيل، مثل ما قلت لكم العشرين مركب مطلوب حفظها عن ظهر قلب. ستة عندي أيضا نيوترال أروماتيك أمينو أسيد، يعني الحامض الأميني الآر تكون على شكل حلقة أروماتية أو هيتروسايكليك رينج. فإذا عندي الفينايل ألانين الآر الألانين يحتوي على مجموعة فينايل، أو التايروسين مجموعة فينايل مثل الحالة الأولى لكن تنتهي موقع بارا على OH. وسي عندي التريبتوفان اللي هو يحتوي على اندول رينج، بدل الحلقة الأروماتية يحتوي على حلقتين نسميها اندول رينج، وهذا النوع نسميه هيتروسايكليك أمينو أسيد. إذن هذا النوع الأول قلنا عليه نيوترال. النوع الثاني نسميه بيسك أمينو أسيد، بيسك يعني قاعدي، كلمة بيسك معناها يحتوي، معناها يحتوي على أكثر من مجموعة NH2. شوفوا هذا الجدول، الصورة اللي على اليمين أنا عندي اللايسين، اللايسين يحتوي على شقد، يحتوي على مجموعتين NH2، مجموعة كاربوكسيل وحدة مجموعتين NH2. إذا هذا تحول إلى قاعدي. واللي بالنص عندي الأرجينين، الرمز المختصر طبعا الـLYS والـIRG مهمة جدا أن تحفظ. فشوف هنا عندي ثلاث مجاميع NH2، الأرجينين ثلاث مجاميع NH2 أو أقول NH2 الأولى زائد جوانين، والهستيدين يحتوي على مركب حلقي بمجموعتين NH إضافة للNH2 فأسميه هذا قاعدي. الصورة اللي على اليسار الأسيديك يحتوي على مجموعتين كاربوكسيل، فعندي المركب الأول أسميه أسبارتيك أسيد، والثاني أسمي جلوتاميك أسيد أو جلوتاريك أسيد حسب المجموعة اللي موجودة في المركب. إذن الأسيديك أمينو أسيد هذا شو نسميه؟ الأسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد أو جلوتاميت، لأنه يحتوي على مجموعة NH2 مجموعة كاربوكسيليك أسيد بمجموعة كاربوكسيل إضافية فأسميه أسيديك أمينو أسيد. أكو عندي مصطلحات الأسبرجين والجلوتامين، هي نفس الأسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد لكن موجودة مجموعة NH2 بدل الكربوكسيل الثانية فعلى شكل أمايد. هذا النوع نعتبره من النيوترال أمينو أسيد، هذا ما يقع ضمن العشرين أمينو أسيد اللي قلنا عليها.
لكن تفرعات لها. التصنيف الأول حسب الطبيعة الكيميائية انتهى، الآن أكو تصنيف ثاني حسب القطبية مالت الجزيئة. قسم من الجزيئات تكون بها الشحنتين متعادلة وتكون R ما متفرعة فنسميها نون بولر أو غير مستقطبة، بينما قسم من تنتهي مجموعة OH أو SH أو NH2 أو COOH، هذا نسميه بولر. اللي ما بها هاي المجاميع نسميها نون بولر. عندي 9 أحماض أمينية بولر وعندي البقية أسميها نون بولر. هذه 20 أمينو أسيد حقيقة مطلوبة منكم على الإطلاق، لأنه راح تواكبكم في كل مسيرتكم العملية بالسنوات القادمة إن شاء الله، وفي مسيرتكم العملية بعد أن تكملون تتخرجون في المختبرات أو المواقع البحثية اللي راح تشتغلون بها. هذه دائما تتكرر عليكم. التسمية والستراكشر اقروها، نراجعها مرة أخرى إن شاء الله، ومهمة جدا بالنسبة لكم. التصنيف الثالث حسب طبيعة التغذية. شوفوا أنا دائما عندي كلمة Essential Amino Acid. الإسنشال هي اللي الجسم يأخذها عن طريق الغذاء، يعني الجسم ما يسويها، دائما يعتمد عن طريق الغذاء يأخذها. والنون إسنشال اللي الجسم يقوم بتصنيعها. أكو حالة وسطية بين الاثنين نسميها سيمي إسنشال أمينو أسيد، يعني يصنعها الجسم ولكن بكميات محدودة فيكمل حاجته عن طريق الأغذية. فإذا عندي إسنشال أو سيمي إسنشال ونون إسنشال. هذه نماذج من المركبات Summary of Essential and Semi-Essential Amino Acid. هذا الجدول الفالين والأرجينين والتريبتوفان والأيزوليسين والهستيدين والثريونين إلى آخره. والتصنيف الرابع والأخير عندي حسب طبيعة الميتابوليزم أو حسب طبيعة الأيض اللي راح يمر. أنا عندي كل الأمينو أسيد راح تصير عليها عملية تحلل وتعطي طاقة إلى الجسم، لكن طبيعة التحلل هاي هي نوعين رئيسية. النوع الأول كيتوجينيك، يعني تنطيني كيتونات مركبات وسطية وطبعا تنطي طاقة إلى الجسم. من أمثالها هاي اللي راح تنطيني كيتونات أو كيتون بدي مثل اللايسين والليوسين، دول أولي بيور كيتوجينيك أمينو أسيد، فقط تروح إلى الكيتونات. اكو نوع وسط بين الاثنين نسميه ميكست كيتوجينيك اند جلوكوجينيك امينو اسيد، يعني قسم يصير بها جلايكوليسيس وقسم يصير بها كيتوجينيك ميتابوليك رياكشن. ايضا نعطينا امثله مثل الايزوليوسين والفينايل الانين والتايروسين والتريبتوفان. قلنا النوع الثالث الجلوكوجينيك امينو اسيد، يعني يصير بها تحلل مثل الجلوكوز بالضبط على غرار او على شاكله الجلوكوز وتعطينا مركبات وسطيه. اذا كيتون بدي وجلوكوز والحاله الوسطيه اللي هي خليط بين الاثنين نسميها ميكست كيتو جينيك اند جلوكوجينيك امينو اسيدز. الامينو اسيد ار كلاسيفايد از اما جلوكوجينيك اور كيتوجينيك. الجلوكوجينيك امينو اسيد ار ديجريدد تو كومباوندز ذات كان بي يوزد از كاربون سكيلتون، يعني تنطينا بالضبط مثل الحالة الوسطية مثل الكريبز سايكل، تنطيني نفس مشتقات الكريبز سايكل والجسم يستخدمها لتكوين مركبات أخرى، أو إذا ما محتاج الجسم راح تروح إلى CO2H2O زائدا طاقة. بينما النوع الآخر الكيتوجينيك أمينو أسيد هي تتحلل بالضبط على غرار تحلل الدهون، تنطيني دائما كيتون بديز، وهذا الكيتون بديز راح أيضا بالنهاية أما يكون لي أمينو أسيد جديدة وعما يروح إلى CO2 زائدا H2O. عندي تفاعلات الأمينو أسيد. شنو التفاعلات اللي تدخل بها الأمينو أسيد؟ مثل ما تشوفون كل أمينو أسيد يحتوي على مجموعة NH2 على مجموعة COOH، فقسمناها على قسمين رئيسية. القسم الأول التفاعلات اللي تدخلها مجموعة الكاربوكسيل
تكون لأملاح، ممكن تكون إسترات، ممكن أن تكون لكحولات أو تكون لأمايد. وهاي كلمة أمايد مهمة، لأنها كل جزيئتين من الأمينو أسيد راح يصير بيها تراكم عن طريق الأمايد رياكشن، وتكون لسلسلة البروتينات أو البولي أمايد. النوع الثاني من التفاعلات هو حسب الـ NH2، ايضا الـ NH2 يصير دي امينيشن، ينطيني يعني نزع الامين او تكوين امونيوم سولت، او النين هايدرين ريجنت رياكت وذ امينو جروب اوف امينو اسيد ييلدينج بلو كلر برودكت. يعني هاي بعمليات التشخيص راح ينطيني امينو جروب وينطيني لون ازرق. طبعا النينهايدرين ممكن ان يتفاعل مع الامينو اسيد مثل البرولين حتى راح يعطيني او هيدروكسي برولين بات جيفز يلو كلر، ويا نفس النينهايدرين ويا الامينو اسيد اذا كان عندي برولين راح يعطيني لون اصفر مو ازرق. والنوع الثالث من التفاعلات هو تفاعل حسب السايد تشين، اذا قلنا تفاعل السي او او اتش وتفاعل ال ان اتش 2، والتفاعل الثالث هو تفاعل الار. هذا التفاعل الار حقيقه يستفاد منه في تشخيص الامينو اسيد. عندي 5 تفاعلات، هاي لكم للاطلاع لانها تخص الجانب العملي. فعندي الميلون رياكشن، التايروسين اللي هو امينو اسيد يحتوي على مجموعه على حلقه اروماتيه منتهيه ب او اتش راح ينطيني لون احمر. الروزنهايم رياكشن بالتريبتوفان راح ينطيني لون بنفسجي. الباولي رياكشن للايمادازورينج، الايمادازورينج طبعا بالهيستيدين، فالهيستيدين راح ينطيني لون اصفر او لون محمر. الساكاغوشي تيست فور جوانيدينو جروب للارجينين، الارجينين راح ينطيني، الارجينين راح ينطيني لون احمر. عندي الليد سلفايد كبريتيد الرصاص، ايش راح نسميه او نسميه احيانا فحص الكبريت، راح ينطيني الامينو اسيد اللي بيها السستين راح ينطيني لون بني. و طرق تحضير الاحماض الامينيه عندي حقيقه عده انواع، لكن نكتفي بالانواع الاربعه اللي موجوده. عمليه البرومينيشن، بروم في محلول خفيف البي بي ار 3 راح ينطيني على ذره الكربون الفا راح ينطيني برومينيشن. هذا البرومينيشن عمليه بسيطه، تفاعل ويا الامونيا راح ينطيني امين، فبالنتيجه راح ينطيني امينو اسيد. هذا رقم 1. النوع الثاني ستراكر سينثيسيس. الستراكر سينثيسيس حقيقه على الشيف بيس، على الشيف بيس الالديهايد، هذا الالديهايدات تتفاعل او نقول الالفا كيتو اسيد، الفا كيتو اسيد مجموعه الكربونيل هنا راح تتفاعل مع الامونيا وراح بالنتيجه تنطيني ان اتش 2، وكذلك الالديهايد مع الامونيا مع سيانيد الهيدروجين او نسميه هيدروسيانيك اسيد راح تنطيني بالنتيجه ان اتش 2 ومجموعه السي ان، ثم اسوي هيدروليسيس للسي ان فراح تنطيني امينو اسيد. والتفاعل الاخير هذا لكم للاطلاع بالمناسبه، الاميدو مالونيت سينثيسيس، مركب وسطي من المالونيك اسيد تنطيني الاميدو مالونيت، وبالتحلل المائي راح تنطيني امينو اسيد. الان عندنا مصطلح البيبتايد والبروتين، شنو الفرق بين البيبتايد والبروتين؟ انا قلت كل جزيئتين من الاحماض الامينيه راح يتفاعلون يفقدون جزيئه ما راح ينطيني داي بيبتايد. هذا اللي تشوفوه داي بيبتايد، ذول الاثنين اذا التفاعل هذا استمر فراح ينطيني سلسله من البولي بيبتايد. قد ما يكون عدد الجزيئات المتراكمه بالبوليمر 50 وجوه اسميه بولي بيبتايد، لكن عندما يكون عدد الجزيئات بالبوليمر الجديد اكثر من 50 فهذا راح اسميه بروتين. هذه الصوره. طرق تشخيص البروتينات، انا عندي هنا الالكتروفوريسيس او اسميه الترحيل الكهربائي.
عندما استخدم هذا النوع راح يفصل لي كل امينو اسيد حسب الاستقطابيه مالته، تروح الى الجزء او الى القطب الموجب او القطب السالب بحيث تنفصل بشكل كامل.